يقول لدي مبنى تجاري مؤجر وهذه الإيجارات تدفع بشكل شهري. لديه ايش؟ يقول لدي مبنى تجاري مؤجر. مبنى تجاري مؤجر وهذه الإيجارات تدفع بشكل شهري وأصرفها ولا يدور عليها الحول، فهل على المبنى زكاة؟ إذا كان المبنى معدا للإيجار فليس فيه زكاة في نفسه، إنما الزكاة في الإيجارة. إذا اجتمع عندك مبلغ وحال عليه الحول زكي، أما إذا صرفت قبل الحول فلا شيء فيه. نعم.